بوريكم كيف تضيفون إعلان في تطبيق مستعمل. تضغطون هنا إعلان جديد ونختار القسم مثلا جوالات، وبعدين الجوالات جميع أنواعها أبل، ونضغط على التالي. طيب في أي منطقة أنت؟ أنا مكة المكرمة جدة. بعدين نضغط على التالي ونحط تفاصيل المنتج. طيب حطينا السعر 1500 وهنا غير قابل للتفاوض. بعدين أنا كتبت العنوان، فمستعمل اقترح لي عنوان جدا مميز، وخلاص أختار العنوان المقترح بعدين أحط الوصف. طيب كتبنا كل التفاصيل وبعدين نضغط على التالي. طيب ناخذ صورة للجوال، وناخذ صورة من الخلف كمان، وناخذ صورة من الجنب، وناخذ صورة من الجنب الثاني كمان، ومن الأسفل أيضا، آخر شيء من الأعلى عشان الصور تكون شاملة. وبعد تضغط على إضافة وانتهى الموضوع. فالآن الإعلان صار جاهز، شوفوا نزل بالطريقة هذه. وبالنسبة للصور تقدر تحمل الصور من ألبوم الصور عادي، مو لازم تصور بشكل مباشر. إذا عندك صور للمنتج تقدر، فشوفوا صور واضحة ومرتبة وكل شيء. بإمكانكم تحملون التطبيق عن طريق الرابط المرفق، وفالكم التوفيق. يا هلا والله، سلام عليكم، صلوا على النبي. كل ما أدخل معرض أودي هنا في جدة تلفتني سيارة واحدة من كل السيارات هذه، A7، سيارة ما شاء الله تبارك الله، جايب تصميم رياضي وشبابي وأربع أبواب. للأسف ما هي معروضة الآن، بس ما عليكم، هستلمها الآن أوريكم السيارة. واستلمناها أودي A7 موديل 2023 فئة الاس لاين. طبعا السيارة تتوفر بأربع فئات، فئتين رئيسية وفئتين رياضية. عندنا فئة الأربع سلندر وفئة الست سلندر. بالنسبة لأربع سلندر بسعر 365,000 ريال، وفئة الست سلندر نفس اللي معنا بسعر 432,000 ريال. وبالنسبة للضمان 3 سنوات مفتوح الكيلومترات، وصيانة مجانية لمدة 5 سنوات أو 75,000 كيلومتر أيما أسبق، ومساعدة على الطريق لمدة 3 سنوات. ونجي لمواصفات المحرك. محرك 6 سلندر توربو بسعة 3000 سي سي، يولد 340 حصان والعزم 500 نيوتن متر تقريبا، مع جير أوتوماتيكي بسبع سرعات دفع رباعي مستمر كواترو. ما شاء الله تبارك الله، صلاة على النبي. انطلاقة السيارة عجيبة عجيبة عجيبة، وغير كذا فراملها جدا ناعمة وقوية. نيجي للواجهة الأمامية. الإضاءات فول LED بتقنية الماتريكس، إضاءة الواطي في الأعلى عبارة عن عدستين، وإضاءة العالي في الأسفل أيضا عدس. الإشارات تتابعية، وأيضا فيها الإضاءة الترحيبية. رشاشات لغسيل الشمعات الأمامية. كاميرا أمامية من أصل 4 كاميرات محيطية لتعطي 360 درجة، فيها حساسات أمامية وجانبية. جنط رياضي بقياس 21 إنش، وقياس الكفرات 255x35 كفرات رياضية من شركة بريلي. الكفرات الخلفية بنفس القياسات. المرايات الجانبية باللون الأسود بتصميم رياضي، وأيضا فيها إشارة LED، وتقدر تتحكم بالمرايات بشكل كهربائي. فيها التعتيم التلقائي والتسخين، والنقطة العمياء كعادة سيارات أودي تيجي هنا في جانب المراية. في الرفارف الأمامية عندنا شعار S-Line للدلالة أن السيارة عليها كيت S-Line. فيها البروجيكتر وأيضا كاميرا أمامية، لأن السيارة فيها تنبيه الخروج عن المسار مع ترجيع السيارة للمسار مع مستشعر للمطر. وفيها فتحة سقف بانورامية بالشكل هذا. فيها زعنفة القرش. مقابض الأبواب بلون السيارة. الدخول الذكي للأبواب الأمامية والخلفية مع إضاءات ترحيبية. نيجي الآن لخلفية السيارة. الشيء المميز في هذه السيارة الجناح الأوتوماتيكي. في زر موجود في الشاشة، مجرد ما تعلق على الزر هذا الجناح يطلع بشكل تلقائي، وأيضا مجرد ما تعلق على الزر يغلق بشكل تلقائي. الإضاءات فول LED من أودي، إضاءة جدا مميزة، فيها الإضاءات الترحيبية، الإشارات التتابعية، الريوس LED، وأيضا لمبة الضباب LED، وفيها 6 حساسات خلفية وجانبية. وآخر شيء عندنا الشنطة الكهربائية. طبعا بالنسبة للشنطة تقدر تفتح عن طريق الريموت أو بالشكل التقليدي، أو عن طريق تمرير الرجل الله يكرمكم تفتح الشنطة بشكل كهربائي. فيها كاميرا خلفية من أصل 4 كاميرات محيطية، وأيضا إضاءات LED للوحة. ومن هنا ضغطة زر تقدر تأمن السيارة مع إغلاق الشنطة. القطعة هذه تقدر تفكها بشكل يدوي وتخلي الشنطة مكشوفة، وأيضا القطعة هذه تقدر تفكها بشكل يدوي. إسعافات أولية، الشبك عشان حماية الأغراض إنها ما تطيح وإلى آخره، جاكيت السلامة. الشنطة بالكامل ملبسة بالموكيت الفخم، وهنا عندنا الإسبير عبارة عن كفر نحيف، والمعدات الخاصة بالإسبير. العتبة عبارة عن كروم حقيقي.
اسمعوا ستيل ما شاء الله تبارك الله، ونقفل الشنطة سواء بشكل يدوي أو كهربائي أو عن طريق الرجل الله يكرمكم. آخر شيء لو تلاحظون قديش السيارة عريضة في الخلف، وهذا الشيء يعطي طابع رياضي للسيارة. تانك البنزين جهة اليمين يعني ما حتمسك سرعة في المحطات، وأيضا لو تلاحظون الإطار المحيط بالنوافذ الأربعة باللون الأسود اللامع، الدخول الذكي للأبواب الأربعة زي ما قلت لكم مع الإضاءات الترحيبية، والنوافذ الأربعة كلها جاية بدبل جلاس يعني عزل ولا أروع، جلد مع تطريز خياطة، تخشيب، الإضاءات المحيطية للأبواب الأمامية والخلفية، النوافذ الأربعة كلها أوتو، جلد مع تطريز خياطة، النظام الصوتي من شركة بانك أند ألفسون، مقاعد ملبسة بالجلد وفيها التخريم في المنتصف عشان التهوية، وأيضا فيها الأزوفيكس لتثبيت كراسي الطفل. عندنا المسند الوسطي فيها حاملات الأكواب، وأيضا منطقة تخزين. بالطريقة هذه أقدر أصفط المقعد اللي في النص، عبارة عن مسند، وأقدر أحط الأغراض بكل سهولة من غير ما أفتح الشنطة. وهنا التحكم بالتكييف، مناخ مستقل للراكب اللي في اليمين واليسار، أيضا دفع الهواء نفس الفكرة، وفيها الأوتو، منفذين USB، منفذ الولاعة، وفتحة التكييف فيها الفرار. أول ما تفتح الباب النافذة تنزل، وبعدين أول ما تقفل الباب ترتفع عشان تأخذ أفضل عزل ممكن. فتحة التكييف مع الفرار، المفصلات جدا قوية ما شاء الله، حتى لو إن السيارة على طلعة وإنت فكيت الباب، الباب ما يرجع عليك. هذا شيء جدا مهم كسيفتي. أول مرة أشوف مداخل الأحزمة فيها إضاءة، ما أدري إذا في سيارة من السيارات فيها الإضاءة هذه ولا لا. وكالعادة نظرة من الخلف للأمام، جهة الراكب الأمامي أيضا فيها نفس الحركة، لو لاحظت المقعد رجع للخلف لأن فيها الدخول السهل حتى للراكب. ذاكرة تخزين لمرتبة الراكب وضعيتين، السنتر لوك موجود لجهة الراكب، لو ننزل النافذة السيارة كأنها كشف. تحكم الكهربائي مع الوسادة للظهر، فيها التبريد والتسخين للمقاعد الأمامية، وفيها طفاية الحريق، جلد مع تطريز خياطة، المسند الوسطي فيها منطقة تخزين ومنفذين USB، وأيضا المسند هذا تقدر تحركه للأمام وللخلف. منطقة تخزين عبارة عن خشب فخم جدا، وحاملات الأكواب هنا، وشوفوا مكان خاص للريموت الفخم هذا، ومنفذ ولاعة، أوتو هولد، بريك إلكتروني، والجير الكهربائي الإلكتروني، 7 سرعات، دفع رباعي مستمر، كواترو، زر التشغيل، تشغيل وإيقاف الحساسات، وهنا تختار قوة الحساسات، الحد الأقصى، شخصي، أساسي، وهنا الفرار المعروف في سيارات أودي، فيها الوضعية الاقتصادية، المريحة، الأوتو، الرياضية، individual، الوضعية المخصصة تقدر تخصص حسب رغبتك، تسخين وتبريد للراكب أو للسائق، الزر هذا نقفل الشاشة اللي هنا، الزر هذا تضبط الإعدادات الخاصة بالبروجيكتر، لما نضغط الزر هذا تطلع لي تفاصيل التكييف، تنقية، المزامنة، التحكم بالتكييف الخلفي، من هنا ميزة التعطير. طبعا الشاشة هذه تدعم أبل كاربلاي عن طريق الواي فاي، هذا شيء معروف في سيارات أودي وأندرويد أوتو. الملاحة آخر شيء بالشكل هذا، السيارة مجرد ما تحس انه في صابون ومويه على جسم السياره تعطيك هنا رسومات ان السياره في حاله الغسيل، حركه جدا ذكيه. بالنسبه للدعامه، كل اللي عليكم تدخل السياره بعدين تضغطون على المقاعد، من هنا تختارون الايقونه هذه، شوفوا الان لاحظوا هنا، شوفوا لاحظوا الآن أنا اخترت مقعد السائق، بالضغط كذا أقدر أختار مقعد الراكب، وأيضا هنا الدعامات الجانبية هذه سواء للأرداف أو جوانب الظهر، بإمكانك تخلي المقعد يضمك للآخر أو تخلي الوضع العادي. في إضاءة هنا هتشوفوها في التصوير الليلي، تخشيب هنا جدا فخم وأنيق، المراية الوسطية تعتيم تلقائي بدون إطار، الإضاءات عن طريق اللمس، تحكم بفتحة سقف البانورامية، وضغطة ثانية نقفل الستارة، وشمسات قماشية أكيد فيها مراية وإضاءة. آخر شيء عندنا الدرج، ما شاء الله منطقة تخزين كبيرة، أهم شيء فيها إضاءة، وهنا تقدر تقفل الإرباك في حال أنك حطيت مقعد الطفل في المقعد الأمامي. لو لاحظتوا أول ما فتحت الباب الأطراف الجانبية هذه توسعت، بس ركزوا الآن لاحظوا الأبواب الشفط، عشان تعرفوا العزل في هذه السيارة قاعد استخدم المايك طبعا، لكن الآن النافذة اللي هناك مفتوحة، كذا قفلنا كل النوافذ، إيش رأيكم؟ الآن أوريكم حركة الباب، المسكة هذه بس أسوي كذا،
خلاص والمقعد اتوسع من حاله عشان اقدر اخرج. اول ما اضغط كذا خلاص اقدر افتح الباب من غير اي مجهود. مجرد ما اطفي السيارة المقعد يرجع للخلف والدركسون يرتفع للاعلى عشان ايش اقدر اخرج بكل سهولة. باب السائق نفس التفاصيل بس عندنا هنا التحكم الخاص بالمرايات ونقدر نصفط المرايات بشكل كهربائي. ميزة التسخين والنوافذ الاربع كلها اوتو وتأمين الابواب الخلفية بشكل مستقل. فتح الشنطة بشكل كهربائي وهنا العتبة فيها اضاءة مع شعار اس لاين. المقاعد هنا نفس التفاصيل الموجودة. جهة مقعد الراكب الامامي التحكم بالدركسون بشكل كهربائي. التحكم بالاضاءات وفيها ميزة الاوتو والعالي الاوتو. العالي الاوتو تشغل من العصا من هنا. منطقة تخزين جدا كبيرة. نص يد دخلت جوا ما شاء الله تبارك الله. تقدر تحط اي اغراض تخطر في بالك هنا. على يمين الدركسون عندنا الاوامر الصوتية، رد ورفض المكالمات، التحكم بالوسائط مثل المسارات، رفع الصوت، خفض الصوت، زر المفضلة، التحكم بالمساحات وفيها ميزة الاوتو، وعلى يسار الدركسون التحكم بالاشياء الموجودة هنا، شرحت لكم في اكثر من سيارة، ومن ضمن الاشياء تقدر تظهر الخريطة بشكل اكبر، وتقدر تغير ايضا الثيم هذا، تقدر تخلي ثيم رياضي زي ما هو الان، وايضا الاعدادات، اول ما تضغط كذا تطلع لنا الاعدادات الخاصة بالخريطة، لما نروح للوسائط اعدادات خاصة للوسائط الى اخره. تحكم بالاضاءات كتكشيح واشارات، تشغيل الحفاظ على المسار، هنا المثبت المعروف في سيارات اودي وفيها محدد السرعة، واخر شيء صوت البوري ما شاء الله تبارك الله. شركة اودي حاب اشكرهم الله يعطيهم العافية. بنزين فل، غير كذا ريحة السيارة ما شاء الله تبارك الله. رغم انه النوافذ بدون اطار فريملس الا انه ما شاء الله تبارك الله العزل جدا جبار. الان على سرعة 130 انا اشوف العزل مره كويس. في ختام التغطية اتمنى التغطية نالت على اعجابكم. كان معكم ابو نهال، اقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وكن مبتسما دائما. في امان الله.